بقلب مدينة القنيطرة لوحة جدارية تؤرخ لعملية الشعلة، 80 سنة انقضت على أول وأكبر عملية عسكرية أمريكية في أوروبا وشمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، والتي شكلت نقطة تحول هامة في العلاقات التاريخية العميقة بين الولايات المتحدة والمغرب. اليوم ننظر باحترام إلى أحداث نوفمبر 1942 ونعرب عن امتناننا العميق لجنود وبحارة وطياري قوات الحلفاء الذين مثلوا دورا هاما في تأمين أسس السلم والأمن بالمنطقة. إن التزامنا بالعمل مع حلفائنا المقربين من أجل ضمان هذا السلم هو أقوى من أي وقت مضى. وتؤرخ الجدارية لنزول أكثر من 30,000 جندي أمريكي من فرقة قوة المهام البحرية الغربية في مدن آسفي والمحمدية وبالقرب من القنيطرة في إطار عملية الشعلة. وتستحضر هذه اللوحة الفنية العملاقة الدور الذي لعبته أذرع أجهزة الاستخبارات البولندية التي تمركزت بشمال أفريقيا ابتداء من سنة 1941 بقيادة الكوماندان البولندي سلوفيكوسكي المعروف آنئذ باسم ريغور. أنا سعيد برؤية هذه اللوحة الرائعة المذهلة التي تربط تاريخ كل من المغرب والولايات المتحدة وبولونيا بالقنيطرة، وهي موقع رئيسي في عملية الشعلة. هذه الجدارية تكريم لأبطال الحرب العالمية الثانية، سواء المعروفين منهم أو غير المعروفين، والذين ندين لهم بحريتنا. وأنا فخور بصفة خاصة بتكريم بطل بولونيا الكبير الماجور ريغور سلوفيكوفسكي، الذي يتم الكشف تدريجيا عن دوره في نجاح عملية الشعلة من قبل مؤرخين أمريكيين وبريطانيين وبولونيين. وتخلد الجدارية الدور الكبير الذي لعبه المغرب في الدفاع عن قيم السلام والاستقرار بالعالم، كونه شكل قاعدة عمليات مهمة لقوات الحلفاء أثناء هجومها على آلة الحرب النازية من شمال أفريقيا. بالنسبة للمغرب كانت عملية المشعل مناسبة سانحة لتذكير الدور الذي قام به المغرب وبمكانته إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية من أجل الدفاع عن قيم السلام والاستقرار والأمن عبر العالم. فشهرين فقط بعد هذه العملية التي ستمكن الحلفاء من أخذ زمام المبادرة من استعادة زمام المبادرة في مختلف مسارح العمليات، سيقوم قادة الحلفاء وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي روزفلت والوزير الأول البريطاني تشرشل خلال باتخاذ قرارات استراتيجية غيرت مسار الحرب، وذلك خلال مؤتمر أنفا الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء خلال شهر يناير 1943 بحضور جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف رحمه الله، الذي استغل هذه المناسبة لإبلاغ القوى العظمى بالمطالب الشرعية للمغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. وتشكل عملية الشعلة أحد أسس الشراكة الأمنية الفعالة القائمة اليوم بين الولايات المتحدة والمغرب، تمثلت في احتضان المملكة لقاعدة جوية بحرية أمريكية في القنيطرة خلال ذروة الحرب الباردة.